السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، كيف الحال والأحوال؟ أتمنى لكم التوفيق ومسيرة موفقة للجميع إن شاء الله. المهم الآن كنتواجدوا بالسوق ديال زكان، السوق الأسبوعي الرحبة ديال البهيم. هنا فين نحولوها؟ والله صافي، كان السوق ديال الجملة ديال الخضرة قديما قبل ما يتحول للطريق ديال الأيت منين. المهم فين هنا فين جابوا دابا الرحبة. المهم غير خاص أزيون الرحبة. المهم يد لي تبع نصلح يد الصنطة عربت. المهم لا سوقين زكان، سوق ثلاث البلاصة اللي ختينا ديال كار الرحبة، البلاصة اللي ختينا كاع ديال سوق الجملة غير ناس ديوان الرحبة. المهم السوق قديم الجملة، إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق ومسيرة موفقة للجميع إن شاء الله. المهم هنا فين كاين هذا الأخير، هذا البلاصة ديال قال لي والله إذا كان طلع الباكر أبوي ينطح، أعوذ بالله يا قمر ما كنتش تعلم. قال لي أنت بحال هنا ومالك؟ قال لي هنا فين كان السوق ديال الحوالي إن شاء الله، هنا فين تحول. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، مرحبا بكم جميعا. ما تنسوناش بالدعم ديالكم في القناة وديروا لايك وتعليق ليصلكم كل جديد إن شاء الله في هذه القناة ديال عزيز زندان. المهم كما قلت لكم اليوم طولاطة 13/6/2023. المهم السوق مازال معمر، باقي السوق خاوي شوية، البهيم مازال ما دخلت. إن شاء الله نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع، مرحبا بكم جميعا. نشوفوا جيت المعاز. المهم هنا دابا السوق اللي ما عارفين كاين. المهم جا مورا التاكسيات ديال زكان، المهم في البلاصه ديال التاكسيات ومورا مرجان جا من نايت بلول ورا مرجان ديال زكان. المهم هنا فين كاين دابا هاد الحوالي هادو ان شاء الله. هنا المعزي أشاهدنا إلى آخر الفيديو إن شاء الله في هذا اللقاء، في هذا الفيديو هذا. كتشوف راه السوق راه كبيرة، يعني البهيم مازال ما دخلت. السوق كبير تبارك الله. الصور ديالو الحد ديالو فين كاين؟ المهم راه السوق ديال الجملة ديال الخضرة مسبقا فين كان في بكري راه غني عن التعريف، راه معروف فين كاين. كاين اللي كيمشي ديريكت لجهة لافيرا تما فين كانوا، فين كان لافيرا تما فين كانوا يدلي رحبة في الأول ما كنلقا والو. المهم هنا راه فين تحولوا. المهم هيتما ديس تما، تحياتي لكم الميرت. المهم سكرات جيم بارطاج الفيديو، تعليق في القناة ديال عزيز زنداق إن شاء الله ليصلكم كل جديد. أحبابي في الله مرحبا بكم جميعا إن شاء الله في هذه القناة. إن شاء الله تواصلوا معنا، التعليق ديالكم إن شاء الله ليصلكم كل جديد. السلام عليكم إخوان. المهم هنا فين كان السوق ديال الرحبة ديال زكان، هنا فين جابوا السوق ديال البهيم ان شاء الله. المهم ها هي المحطه فين جات، واو سوق الحريه، سوق الحريه هلا في راه ديال زكان. المهم اللي جاي من نيت ملول يجي من هنا ورا بلاك ديال الطوبيسات، بلاك ديال الطوبيسات لاري الطوبيس حدا التاكسيات ديال زكان. ها الرحبه فين كاينه؟ ها وسطين زكان هلا في راه سوق الحريه. هنا فين كاين؟ المهم مكان فين تلف ها المحطة فين كاينة. المهم دابا مشينا لجهة الجهة ديال لافيري تما فين كيبيعو الفلالس، نجيب ليها واحد لاكاج شي شبكة. المهم هنا فين كيبيعو هاد الناس اللي كيتمنعشو، هنا كيبيعو الخضرة، الناس اللي كيجيبو الخضرة من عند صاحب الجبلة كيفرشوها هنا.
ما كاينين صحاب الدلاح اللي كيبيعوا الدلاح. انا في رفينجا شوفوا هاد الشبكه هادي، جاب الله فيها فيها ما يدان. شوفوا شوفوا الا غيخليها لينا بلا الجو. الله المهم جينا نصلي صلاة الظهر ان شاء الله لما يتقبل من هذا الخميس. كان هو هذا المهم بعد ما صلينا ان شاء الله غادي ندخلوا لداخل ديال السوق ان شاء الله. هذا شنو اللي بالاخر هذا؟ لا راه دابا ما بقاش في جمع لي. دابا شحال باش حسبتي لي هذيك دابا الثمن؟ هذه انا حسبت باش نشوف شي شبكه هنا. واسي خلي هذه شوف ربما تعجبو هذه. جينا نشوفوا هذه الشبكه دابا غلاو الثمن غلا. المهم بعد ما درنا في السوق وشفنا الشبكه اللي بغينا وشرينا واحد الميكا ديال السير. جينا نتغداو خدينا شويه هنا نتغداو ان شاء الله. المهم ما تنساوناش بالتعليق ديالكم ولا لايكات ديالكم ان شاء الله في هذه القناه ديال عزيز زنداق اللي يصل لكم كل جديد ان شاء الله. فمرحبا بكم جميعا. المهم بعد ما ضرنا في السوق شفنا الثمنه ديال الحواله، تقدينا الشبكه والميكا ان شاء الله، تقدينا وصلنا صلاه الظهر تما ان شاء الله. دابا الربعة ونص هادي ولا الخمسه غادي نمشيو ونروحو ان شاء الله. وما تنساوناش ديروا جيم للقناه ديالي ان شاء الله ديال عزيز زنداق، وديروا اشتراك وعاودوا ضغطوا على اشتراك باش يبان لكم هذا الجرس، وديروا تفعيل الجرس فضلا وليس امرا. ديروا جيم للقناه ديالي ان شاء الله ديال عزيز زنداق، وديروا اشتراك وعاودوا ضغطوا على اشتراك باش يبان لكم هذا الجرس، وديروا تفعيل الجرس فضلا وليس أمراً.